لا يعني شفتوا المباراة ازاي والاستفادة الحقيقة من هذه المباراة من وجهة نظركم طبعا جميعا كابتن حشيش؟ يعني تجربة طبعا كويسة، لسه في الأول بداية المباريات، وفرصة للناس اللي ما بتلعبش خالص والناس الصغيرة اللي لسه طالعة من طبعا فرق الناشئين إنها تكون موجودة مع التدعيمات الجديدة. يعني فرصة كويسة أنا شايفها لل اللعيبة دي تاخد فرصتها وتشوف الدنيا يقف على الجهاز، يقف على طبعا مستوياتهم كلهم مع طبعا فرقه، مش هنقول فرقه من التصنيف الاول اللي بيلعبها النادي الاهلي، بس فرقه تلعب كره فيها بعض المحترفين، مدارس مختلفه النادي الاهلي يعني بيحاول يلعب ضدها. اعتقد انها تجربه كويسه، بتبقى في جوه فتره اعداد صغيره للناس او معسكر للناس، ان شاء الله باذن الله تيجي بثمارها وتاتي بثمارها زي ما بيقولوا. وطبعا بغض النظر بقى عن النتائج والحاجات دي، المباريات اللي زي دي مبقاش مطلوب فيها نتائج، صحيح، يعني اكتر من انك تشوف وتجرب وتغير وتشوف اللعيبه. واعتقد ان ده اللي تم، وان شاء الله باذن الله تبقى المباريات اللي جايه كمان فيها استفاده اكتر. يعني